حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. المشاهد نت: صحفي في عدن يروي قصة نجاته من الموت. صحيفة الأيام: أربعة أطباء فقط يعالجون مئات المرضى النفسيين في العاصمة المؤقتة. الاندبندنت: صحيفة بريطانية تقول إذا أراد ترامب إصلاح سمعته المتهاوية فعليه أن يتخلص من صهيره. القدس: من أخبارنا المنوعة، أطباء في كينيا يجرون عملية جراحية في المخ لمريض بالخطأ. أهلا بكم، والبداية من قصة الصحفي الذي كاد أن يحترق في عدن يوم أحرقت صحيفة أخبار اليوم، وعنوان موقع المشاهد نت: الصحفي الشرعبي، تفاصيل قصة النجاة من الموت حرقا في مدينة عدن. يقول تقرير خاص لموقع المشاهد نت: وليد عبد الواسع الشرعبي، الصحفي الذي ظل ينقل أوجاع وهموم الطبقة المسحوقة الأكثر فقرا وعوزا ويغوص في ثناياها ليكشف مأساتها، يجد نفسه اليوم في شبه حياة أقل ما توصف بأنها الموت البطيء بنكهة القهر والألم، وأمام قصة إنسانية هو ضحيتها. وقال الموقع إن وليد عبد الواسع اضطر للقفز من الدور الثاني هربا من الموت أثناء اندلاع الحريق الذي أضرمه مسلحون في مقر ومطابع صحيفة أخبار اليوم بعدن نهاية الأسبوع الفائت. ويقول وليد من على سرير المشفى بعدن: إنه كان في الدور الثاني أثناء اندلاع الحريق ولم يعرف إلا من خلال الدخان الكثيف الذي انتشر في أرجاء المكان وبصعوبة يواصل. بدأ الحريق يلتهم المكان ويقترب من الدور الثاني، حينها أحسست أنه سيلتهمني لا محالة، ففتحت النافذة وقفزت إلى الأرض ولم أفق إلا في المستشفى. يضيف: لقد تعرضت لإصابات عدة، كسران في الرجل اليسرى وكسر في اليمنى، إضافة إلى رضوض في نواحي مختلفة من جسدي وشرخ في غشاية العمود الفقري. ما تزال القذائف التي أمطرت بها ميليشيا الحوثي محافظة أبين عالقة في جدران المباني والمنشآت، وعنوان موقع عدن الغد: فريق نزع الألغام يباشر بإخراج القذائف من الصالة الرياضية المغلقة بأبين. وقال الموقع إن نزول الفريق جاء بالتزامن مع ما نشره الموقع سابقا، وأن الفريق الهندسي لوحده قام بنزع الألغام بمحافظة أبين، باشر عمله في الصالة الرياضية المغلقة شرق مدينة زنجبار عاصمة المحافظة بعد المناشدات بتواجد القذائف التي خلفتها حرب الحوثي وصالح، حيث وجد الفريق الهندسي صعوبة في إخراج القذائف العالقة في الأعمدة الإسمنتية واستمر العمل لساعات. لا يحتاج فرقاء الصراع في اليمن وحلفاؤهم إلى مبعوث دولي جديد يقنعهم بضرورة استئناف المسار السياسي لإنهاء معاناة اليمنيين، لكنهم لا يبالون سوى بمصالحهم. هذا ما تعتقده بشرى المقطري في مقالها المنشور في العربي الجديد، مضيفة في أجزاء من المقال: الخلل في الإدارات المتتابعة للمبعوثين الأمميين إلى اليمن ناجم عن عدم إدراك الأمم المتحدة جذر المشكلة اليمنية بما فيها تعاطيها مع أطراف الصراع اليمنية والإقليمية كجزء من الحل السياسي، إذ كيف يقر المبعوثون المتعاقبون إجراءات الأمر الواقع التي قامت بها القوى اليمنية والإقليمية المتغلبة مدخلا للحل السياسي وفرضه على اليمنيين، بدءا بجمال بن عمر الذي كيف انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية أمرا واقعا ما أدى إلى أن تزيحه السعودية، وانتهاء بولد الشيخ الذي بنى مقاربته الملف اليمني على قراءة اعتباطية تخدم مصالح فرقاء الحرب، وذهب بعيدا في تكييف الأمر الواقع بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح التعاطى مع حزب المؤتمر الشعبي باعتباره طرفا في تحالف الانقلاب إلى جانب الحوثيين. على الرغم من التحفظات على أداء ولد الشيخ بما فيها مبادرته التي كانت ترجمة لمصالح أطراف الصراع اليمنية والإقليمية، فإن ولد الشيخ لا يتحمل وحده مسؤولية فشل المسار السياسي في اليمن، إذ ظل أداؤه محكوما بحدة الاستقطابات الإقليمية التي صاحبت اندلاع الحرب في اليمن بما فيها تكريس الوصايتين السعودية والإماراتية على الملف اليمني، فيما قوض تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة فرص استئناف المسار السياسي، إذ غذى الصراع السعودي الإيراني في المنطقة وتحول اليمن إلى ساحة رئيسة لهذا الصراع، الأمر الذي انعكس بحدة على الساحة اليمنية
وتمثل في رفض أطراف الصراع اليمنية والإقليمية الخيار السياسي وإصرارها على حسم الحرب في اليمن عسكرياً. في تحقيق عن المرضى النفسيين في عدن والمشفى الذي يعالجون فيه، نقلت صحيفة الأيام عن خالد سلامي وهو أحد المدراء السابقين لمستشفى الأمراض النفسية في عدن قوله: إن عدد الأطباء في المستشفى الذي يعالج مرضى عدن ومحافظات مجاورة لا يتجاوز 4 أطباء عموم ممارسين. وعن الاختصاصيين يقول سلامي: لدينا 3 اختصاصيين نفسيين فيما يبلغ عدد الكادر التمريضي 103 ممرضين وممرضات، لكن العدد الفعلي العامل هو 80 ممرضا وممرضة. بقية العدد منهم يعاني أمراضا عقلية، وآخرون مفرغون للعمل في مرافق صحية أخرى. وقال سلامي: إنهم كانوا تقدموا بعدد من المقترحات لمعالجة مشكلة انتشار المرضى النفسيين في المدينة إلى الجهات المختصة بعد أن باتوا يشكلون خطراً على أنفسهم وعلى الآخرين. وتوصل التحقيق الذي أعده علي راوح إلى أنه ومع تواصل الصراع في البلاد الذي خلف مشاكل أمنية ومصاعب معيشية هائلة على المواطن، باتت الأمراض النفسية تنتشر على نطاق واسع. كشف مسؤول محلي بمحافظة شبوة عن مغادرة محافظ شبوة اللواء علي بن راشد الحارثي إلى السعودية بعد استدعائه من رئاسة الجمهورية. وقال المسؤول في حديث للمصدر أونلاين إن الرئاسة استدعت المحافظ بعد الاتهامات التي وجهت له من قبل وزير النقل صالح الجبواني بتهريب الأسلحة والمشتقات النفطية لمسلحي جماعة الحوثيين. ورجح المصدر أن المحافظ غادر المحافظة مباشرة عقب تلقيه اتصالا بسرعة التوجه إلى الرياض للأهمية، ومتوقعا تغيير المحافظ في حال ثبت تورطه في مساعدة الحوثيين. ويقول الموقع: كان الجبواني قد نسب الاتهامات للحارثي وقال بأن ذلك حدث أثناء التولي الأخير منصب القائم بأعمال المحافظ بعد مرض المحافظ السابق عبد الله النسي قبل أن يتقلد منصب المحافظ. تابع الموقع: أطلق وزير النقل تلك الاتهامات عقب منع قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات مروره إلى منطقة قنا لوضع حجر الأساس لمشروع ميناء المنطقة. قبل أشهر وجد أستاذ جامعي في جامعة صنعاء في منزله ميتا من الجوع، أغلق على نفسه باب منزله حفاظا على كرامته، واكتشفت جثته بعد 12 يوما. هكذا يروي بشير زندال في مقاله عن أكاديميين في زمن الحرب ما حدث لأحد أساتذة جامعة صنعاء المرموقين، ويحاول زندال تشخيص الحال الذي وصلت إليه نخبة المجتمع وصفوته. الأستاذ الجامعي وجعه أكبر وصرخته مكتومة أكثر. في كل مكان في العالم تعطى أهمية عالية لوضع الأستاذ الجامعي إلا في اليمن. سابقاً كان وضعه مزرياً وصار في زمن الحرب أكثر مهانة. المجتمع ما زال يحترم الأستاذ الجامعي بعكس الدولة التي لا تحترمه، ولهذا ما إن يسوء وضع الأستاذ الجامعي السيء دائما وتدعوه الحاجة إلى الخروج للبحث عن عمل حتى يحاصره المجتمع المصدوم من رؤية أستاذ جامعي يعمل في مهنة عمالية. ما إن يبدأ أستاذ جامعي بالعمل في مخبز أو مصنع حتى يصعق المجتمع ويتألم وتتناقل صوره وسائل التواصل. أستاذ جامعي يعمل في مخبز، أستاذ جامعي يبيع بطاطا، بل ووصل الأمر إلى مواقع إخبارية عربية عن أستاذ جامعي يمني يبيع ذرة في الشارع، أو أستاذ جامعي يمني يترك قاعات الدرس ليعمل في مطعم. يعاني الكثير من الأساتذة الجامعيين في هذه الأوضاع، ولا أبالغ إن قلت إن معاناتهم أكبر، فمكانتهم الأكاديمية تجعلهم يكابرون ويضغطون على أنفسهم حتى تظل صورتهم وهيبتهم أمام طلابهم وأمام المجتمع محفوظة. لذلك طحنتهم الديون، من كان لديه قطعة أرض باعها، ومن كان لديه سيارة باعها كي يحاول أن يعيش مستوراً. من الزملاء الأعزاء من وصلت بهم الحاجة إلى بيع أثاث بيوتهم، ومنهم من لم يعد يجد قوت يومه أو قيمة دواء لأبنائه، ومنهم من طرده المؤجر فاضطر إلى السكن مع أقرباء له في منازل ضيقة أصلاً بأهلها. صرخة الأستاذ الجامعي مكتومة حارة لا يسمعها إلا المقربون منه. ينام كل ليلة على هموم الدنيا تجثم على روحه، وفي صباح كل يوم ينهض يمسح أوجاعه ويرسم ابتسامة زائفة
ليخرج إلى جامعته وطلابه ليقابلهم بابتسامة تحفظ سره وتقي كرامته من السقوط. يقبع المئات من أبناء محافظة ذمار في سجون ميليشيا الحوثي منذ 3 سنوات على اختطافهم، منهم ناشطون وصحفيون وبعض من مناصري الرئيس السابق صالح. والمحافظات المجاورة لها في السجن المركزي والأمن السياسي والسجن الشونة بمعبر. ويقول الموقع بوست إنه يوجد ما يقارب 890 معتقلا في السجن المركزي بالمحافظة من أصحاب القضايا الجنائية وغيرها، وتضع الجماعة المعتقلين وأسرى الحرب وأصحاب الرأي ومعتقلين من محافظات مجاورة معا. أما سجن الأمن السياسي ففيه وفقا للموقع معتقلون سياسيون منذ أشهر عديدة، وتمنع عنهم الزيارات وتمارس بحقهم انتهاكات للحرية والقمع، وأفاد عدد من المفرج عنهم بوجود عشرات المختطفين في السجون، أغلبهم ينتمون لمحافظة ذمار ومحافظات أخرى ويتعرضون للتعذيب بشكل يومي. وقال مختطف سابق اعتقل لمدة أسبوع في السجن يطلق عليه اسم الشونة في منطقة معبر للموقع بوست إن السجن عبارة عن بدرومات ومدافن من مبان قديمة كانت تستخدم لحفظ الزكاة من محاصيل الحبوب والقمح والذرة والشعير. كما يتحدث تقرير الموقع من المحافظة عن كلية المجتمع التي حولتها ميليشيا الحوثي إلى سجن سري ومعتقل للمناهضين لها من أبناء ذمار وتعز وعدن. وبعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. جولتنا في الصحافة الدولية نبدأها من الصحافة الفرنسية وتحديدا من صحيفة ليبراسيون الفرنسية والتي عنونت في الأمم المتحدة التفاوض على الفوز أو الخسارة. وتقول الصحيفة في ترجمة خاصة بقناة بلقيس إنه في مفاوضات الأمم المتحدة وفي ميزان القوى أو في التحالفات التي تتفكك بحسب الظروف يبدو أن كل شيء مسموح به بما في ذلك التباهي والتفاخر، وسواء كان ذلك في بورما أو كوريا الشمالية أو سوريا أو اليمن، فإن الدبلوماسيين الذين يرغبون في عقد المزيد من الاجتماعات في المبنى الزجاجي للأمم المتحدة يسعون جميعا إلى توافق الآراء، ولكن كيف يفرضون وجهات نظرهم؟ قال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس بريس إنها لعبة بين الناس لا يمكن أن نمارسها بدون ثقة. توحد الرأي بالإجماع على هدنة غير محتملة في سوريا، إلا أن الانشقاق موجود فيما يخص إيران، فالولايات المتحدة التي تعارضها روسيا فشلت في تجريم الحرب في اليمن. تتابع الصحيفة الفرنسية أصر نفس المصدر السابق أنه في أي مفاوضات يتمثل المفتاح في العلاقات الشخصية، أما بالنسبة للدبلوماسيين الذين يلتقون صباح مساء تخضع الصداقات والعداوات وفقا للشخصيات. العلاقات في الكواليس أقل مأساوية من العلن يعترف أحدهم. وتقول الصحيفة إن سفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي السياسية الوحيدة بين الدبلوماسيين المهنيين كانت قد نجحت في عام 2017 ثلاث مرات بالإجماع في فرض عقوبات ضد بيونغ يانغ، إلا أنها يوم الاثنين كانت في هندوراس حيث خسرت مع بلادها معركتها للمرة الأولى ضد روسيا لتجريم إيران. ومع كل جولة صراع في مدينة عدن منذ تحريرها من الحوثيين في يونيو 2015 كما تقول العرب الجديد، تتعزز مطالب الاستقلالية في محافظة حضرموت في ظل تآكل الدولة وتراجع دور الحكومة في الإمساك بزمام الأمور في المحافظات المحررة. وتحاول حضرموت النجاة بنفسها في محيط ملتهب مع بروز آراء أخرى ترى أنه حان الوقت لتتخلص المحافظة من تبعية صنعاء القابعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، وعدن التي أصبحت ملعبا لتصفية حسابات داخلية وخارجية.
وحضرموت التي تتجاوز مساحتها 188 ألف كيلومتر مربع تشكل رقما صعبا في المعادلة اليمنية نظرا لمكانتها الاقتصادية باعتبارها أكبر محافظة نفطية، فضلا عن الموقع الجغرافي الذي ترتبط فيه بشريط حدودي واسع مع السعودية، الأمر الذي يجعلها محط اهتمام مختلف التيارات والحركات السياسية في البلاد. تاريخيا لم تكن حضرموت منضوية في إطار اتحاد الجنوب العربي أثناء الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، بل ارتبطت مباشرة بمندوب بريطاني كان يشرف عليها بحسب ضوابط محددة مع امتلاكها جواز سفر خاصا وجيشا يطلق عليه جيش البادية الحضرمي، قبل ضمها عنوة من قبل الجبهة القومية التي سيطرت على المشهد السياسي والعسكري بعد تحرير جنوب اليمن من الاحتلال البريطاني في العام 1967 تمهيدا لقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي انتهت مع قيام الوحدة بين جنوب اليمن وشماله. لا أحد من الفرقاء السياسيين يحتج على بقاء محمد قحطان في السجن منذ 4 سنوات مضت، حتى حزبه المدني العريق لم يفكر ولو لحظة واحدة بوضع اسمه ضمن قوائم تبادل الأسرى، وكذلك الطرف الذي يحكم باسم الشرعية يتغافل كثيرا عن الحديث عن ملف المعتقلين السياسيين. هكذا بدأ أحمد ناجي أحمد مقاله الذي تنشره بلقيس مضيفا في أجزاء من المقال. أصبح واضحا للمتابع للشأن اليمني أن اعتقال الأستاذ محمد قحطان رجل الحوار وممثل حزبه في الحوار السياسي أمر لا يتوافق مع الأعراف الذي تمنح رجل الحوار حصانة تحميه من الاعتقال لأنه مجرد ممثل لوجهة نظر حزبه. وفي كل الأحوال فإن الكثير من الناشطين المدنيين يمرون على مثل هذا الموضوع مرورا عابرا، لأن الكثير منهم لا يدافع إلا عن الشخص الذي يلتقي معه في وجهة النظر، والأصل أن ندافع عن المظلوم حتى وإن اختلفنا معه في وجهة النظر. أناشد كل أهل المروءة أن يأخذوا هذا الموضوع بقدر أعلى من الموضوعية وتحكيم الضمير. قد يفقد البعض بوصلة المبادئ وقد يضعف لأي سبب من الأسباب، ولكن علينا ألا نسمح لهذا الضعف أن ينال من قيم المروءة. ولذلك فإنني أناشد قيم المروءة والشهامة التي تؤكد على أن الإفراج عن الأستاذ محمد قحطان من أهم ضرورات إنصافه كشخص تم اعتقاله ظلما وعدوانا، كما أن الإفراج عنه يعتبر ضرورة من ضرورات رأب الصدع بين اليمنيين التي تبدأ من الدعوة العاجلة إلى الإفراج عن كل المعتقلين ظلما في شمال الوطن وجنوبه، وكذا الدعوة إلى الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين في اليمن والاتفاق على كلمة سواء من أجل الخروج من هذا النفق المظلم الذي نحن فيه، لأن العقلاء أمثال قحطان في غياهب السجون. صحيفة الاندبندنت اون ساندي نشرت موضوعا الكاتب ديفيد أوزبورن يقول فيه إنه إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب راغبا في إصلاح هيبة إدارته وسمعتها المتهاوية فعليه أن يصدر أمرا بتسريح 2 من الشخصيات القريبة من مركز صنع القرار مهما كانت صلتهما به. وأشار أوزبورن إلى أن ترامب أعلن الرسوم الضريبية الجديدة على صانعي الحديد الصلب في الولايات المتحدة وعلى المصنعين الأجانب بشكل مفاجئ، حتى أن أقرب مساعديه لم يكونوا متأكدين مما إذا كان ترامب سيعلن قراراته الجديدة أم لا. ويضيف أوزبورن أنه بالنسبة لممارسات غير احترافية مثل هذه يبقى استمرار إيفانكا ترامب في البيت الأبيض هو الأبرز، مشيرا إلى أنه كان من الواضح منذ البداية أنه لا مكان في البيت الأبيض لابنة ترامب أو زوجها جاريد كوشنر. ويرى أوزبورن أن قانون مكافحة المحسوبية قد صدر عن الكونغرس الأمريكي في نهاية حقبة الستينيات من القرن الماضي، وكان الجميع ينتقد هذا الموقف منذ اليوم الأول، حتى ترامب شخصيا في جلساته الخاصة خلال الأيام الماضية بأنه كان سيدبر أمره بشكل أفضل لو لم توجد إيفانكا وزوجها. صحيفة القدس العربي كتبت أنه تم إيقاف 4 من العاملين بمستشفى في كينيا عن العمل بعدما قاموا بإجراء عملية جراحية في المخ لمريض بالخطأ، وكان قد تم إدخال رجل لم يعلن عن اسمه ليتلقى فقط تمريضا وعلاجا لورم في الرأس إلى غرفة العمليات يوم 19 من فبراير، وخضع بالخطأ
لجراحة في المخ كانت مقررة لمريض آخر. وذكر مستشفى كينياتا الوطني في العاصمة في بيان صدر أن العملية كانت مخصصة لمريض مصاب بجلطة، لكن اختلاط بطاقات التعريف نتج عنه تبادل للمرضى. وجاء في بيان المستشفى أن عملية فتح الرأس جرت من جانب زملائنا، لكنهم لاحظوا خلال الجراحة أن المخ بدأ طبيعيا، وحينئذ أغلق فريق المستشفى الرأس وأعادوا المريض إلى غرفته. وكان مستشفى كينياتا الوطني قد تصدر العناوين الرئيسية في الماضي جراء سوء المعاملة للمرضى، وكانت الحكومة الكينية قد كلفت في وقت سابق من هذا العام بإجراء تحقيق في تقارير تفيد بتعرض العديد من السيدات حديثات الزواج للاغتصاب في المستشفى. وكان طفل رضيع قد سرق من المستشفى الشهر الماضي وتم العثور عليه بعد ذلك في حي فقير في العاصمة نيروبي. صحيفة الغارديان البريطانية نشرت مجموعة صور تحمل الكثير من الحزن والشجاعة في أغلبها، كأجمل صورة لهذا الأسبوع نتابع جزءا منها في الصور التي اخترناها لكم لجولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.